مخالفة قريبة من المستطيل الدفاعي للنادي سفيقس. ثم يوسف المسكني دراجي، يبقى الدراجي فقط أمام الكرة في تنفيذ هذه المخالفة. أسامة الدراجي، والنادي سفيقس يشكل جدار دفاعي طبعا أمام هذه الكرة. أسامة الدراجي والهدف الأول، الهدف الأول لصالح الترجي الرياضي التونسي في توقيت 20 دقيقة لعب. الهدف الأول لصالح الترجي الرياضي التونسي عن طريق أسامة الدراجي. أسامة الدراجي يغالط الحارس ويفتتح النتيجة. 20 دقيقة لعب، تتغير النتيجة لصالح الترجي الرياضي التونسي. أمامكم الإعادة، أسامة الدراجي ينفذ المخالفة ويغالط الحارس جسم الخلوفي. إذا هدف مقابل صفر. ومعز بن شريفية كرة من وجدي بوعزي مباشرة لحمد رويد، معاه الدراجي يفكلوا الكرة الدراجي وتصبح خطيرة للترجي. وجدي بوعزي خطيرة العملية لدرامان تراوري أمام فرصة كبيرة، والهدف الثاني لصالح الترجي الرياضي التونسي. الهدف الثاني لصالح الترجي 77 أو 78 دقيقة لعب. إذا درامان تراوري يضاعف النتيجة بعد خطأ كبير من حمدي رويد، خطأ كبير من مدافع النادي السفيقسي جازفة، حاول يعني يراوغ دراجي لكن افتكلوا الكرة. وكما قلت يعني قبل الهدف اصبحت خطيره للترجي. وجدي بوعزي يعطي كره في طبق لدرامان تراوري امام فرصه كبيره ما ضيعهاش، ويغالط الحارس جسم الخلوفي بتسديده قويه. درامان تراوري يضاعف النتيجه هدفين مقابل صفر لصالح الترجي امام النادي السفيقسي. هذه هي الاخطاء القاتله الفرديه خاصه على مستوى الدفاع من مدافع محوري مثل حمدي رويد، تفتك منه الكرة من أسامة الدراجي يعني دخل لأسامة الدراجي. يوسف المساكني، يوسف المساكني هجوم معاكس للترجي الرياضي التونسي، لكن ثم أربع مدافعين يخلط خليل شمام يروض الكرة داخل مناطق الجزاء، والهدف الثالث من يوسف المساكني. الهدف الثالث في توقيت 80 دقيقة لعب، يوسف المساكني يضيف الهدف الثالث. 3-0 تتغير النتيجة لصالح الترجي الرياضي التونسي. انهيار في دفاع النادي الرياضي السفيقسي، يعني كان لاعب واحد مع أربع مدافعين يخلط خليل شمام يعني يدخل داخل مناطق الجزاء يعاود يخرج كرة ليوسف المساكني يسدد. طبعا يوسف المساكني امام كره داخل مناطق الجزاء من الصعب انه يذيعها لاعب مثل يوسف المساكني.